للمزيد أيضا مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، يعني بعد التحية، كيف تقرأ هذه الزيارة وأيضا العلاقات المصرية السعودية باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات العربية بشكل عام؟ سعادة السفير رخا أحمد حسن، يبدو نعم. هل تسمعني سعادة السفير؟ سامع دلوقتي. أيوه تفضل. يعني طيب، ايه السؤال؟ يعني كنا نتحدث عن هذه الزيارة ومدلول هذه الزيارة من حيث أن العلاقات المصرية السعودية هي حجر الزاوية في العلاقات العربية. تمام. يعني هو الزيارة بتأتي في التوقيت كمان، يعني إلى جانب اللي تكرم به المتحدثون السابقون ان هي العلاقات الثنائيه واهميه العلاقات المصريه السعوديه بالنسبه للعمل العربي المشترك ولعده امور عديده. على المستوى الثنائي، السعوديه طبعا هي تعتبر دلوقتي اكبر مستثمر عربي في جمهوريه مصر العربيه. لا، حوالي 26 او ربما اكثر بالاستثمارات التي يجري الاتفاق عليها. ايضا التبادل التجاري، هناك استثمارات مصريه في السعوديه على فكره بحوالي 4 مليار دولار امريكي لشركات مصريه بتستثمر في المملكه العربيه السعوديه. هذا الى جانب الجاليه المصريه السعوديه التي لها دور، الجاليه المصريه في السعوديه التي لها دور مهم للغايه في عمليه التنميه والبناء وكل المجالات في السعوديه. التعاون بين البلدين بيشمل عدة ملفات. أولا الملف طبعا القضية الفلسطينية وما تشهده الآن من غطرسة إسرائيلية بلغت مداها، يعني تخطت كل الحدود. يعني إذا كان التدمير قطاع غزة، الآن تريد أن تدمر لبنان. فبالتالي هنا يعني كان ضروريا أن يتم التشاور بين الزعيمين مصر والسعودية لبحث كيفية مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية التي لا تقف عند حدود، وأيضا كيفية مساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، وتكون فرصة أيضا للم الشمل في لبنان، أن يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة وإلى آخره، بحيث أن يبقى في قوة تواجه هذا التعجرف والعدوان الإسرائيلي الغاشم. هناك أيضا ملف البحر الأحمر. ملف البحر الأحمر الآن يعاني معاناة شديدة في الملاحة. نعم. سواء بالنسبة للموانئ السعودية أو كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر طبعا، وقناة السويس انخفض فيها حسب رئيس هيئة العامة لقناة السويس بنسبة 60% في الأشهر الأخيرة يعني. فده نتيجة الأعمال اللي يقوم بها الحوثيين، وده متوقف على وقف القتال في قطاع غزة. فكيف يمكن الآن في ظل انشغال الإدارة الأمريكية وهي الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على إسرائيل، وكيف يمكن أن يبقى الحد من هذه المضاعفات الاقتصادية؟ أيضا التوتر اللي موجود في منطقة القرن الأفريقي وانعكاسه على باب المندب والدخول إلى البحر الأحمر، الأزمة السودانية. الأزمة السودانية السعودية كان لها دور مساعد في بداية الأزمة، ونتذكر منصة السعودية والقرارات اللي صدرت عنها وضرورة تنفيذها، ولكن الدعم السريع لم يلتزم بها، وبالتالي استمر الصراع، والآن بيتطور تطور مختلف عما كان عليه من قبل. فده أيضا يحتاج إلى التشاور مع السعودية، سواء المبادرة السعودية السابقة أو المحاولات المصرية لاستضافة الإخوة السعوديين ودعوتهم إلى القاهرة والوساطة اللي تمت بينهم في الخرطوم وإلى آخره. فده كله بيحتاج إلى تأمين هذه المنطقة، سواء في الصومال أو في ودول أعضاء في جامعة الدول العربية، الصومال وجيبوتي والسودان، ونزع يعني عوامل الصراع وعوامل التوتر. أيضا بالنسبة للأزمات العربية الأخرى، سواء الأزمة الليبية أو الأزمة السورية أو غيرها من التوترات العربية، هناك أيضا عامل خطير جدا وهو تهديد إسرائيل لضرب إيران. ووزير خارجية إيران عباس عراقجي عندما قام بجولة في الدول الخليجية وجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بعمل في
فعال ضد إيران إلا بمساعدة أمريكية. فوجه رسالة إن لو تم الاعتداء على إيران، ده وزير خارجية إيران، لو تم الاعتداء على إيران من أي منطقة من في داخل الدول العربية سيرد عليها في نفس المنطقة، بمعنى إن هو سيشعل كل منطقة الخليج. فده طبعا محتاج إلى تشاور مع مصر ومع إخوتين رئيسيتين في المنطقة كيفية مواجهة هذا وكيفية رد نتنياهو مع علاقته بإيران، وإيران بعيدة عنه. يعني هو حرب بالوكالة صحيح مع حزب الله، ولكن إلى الآن لم يستطع أن يحقق ما وعد به الإسرائيليين من أن هو هيعيد النازحون الإسرائيليون إلى الشمال وسيقضي على حزب الله. يعني مسألة يعني داخلة في متاهات كلها بتثير الاضطراب في المنطقة وبتوسع نطاق الحرب، وهذا ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا، إن استمرار النزاع سيؤدي إلى توسع نطاقه ودخول أطراف أخرى. فهذا يعني هذه الموضوعات كلها يتم التشاور فيها بين الزعيمين الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، تحدثنا قبل ذلك بأن المواقف بين مصر والسعودية هي مواقف موحدة ومتطابقة تجاه العديد من القضايا. في ظل هذه التحديات، إلى أي مدى ستسهل يعني هذه الرؤية المتطابقة في اتخاذ موقف موحد تجاه التحديات العربية الإسرائيلية وأيضا التحديات البينية في المنطقة؟ يعني طبعا من المهم للغاية التوافق أو الوفاق بين مصر والسعودية، يعني قوتين رئيسيتين لهم تأثير في المنطقة، ولكن هذا أيضا يتطلب القوى الخارجية التي تقف إلى جانب إسرائيل. يعني هو إسرائيل في حد ذاتها ليست قوة لا يمكن يعني ردعها، ولكن القوى الخارجية بالذات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، وده كله انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني. فهنا محتاجة فعلا إلى تضافر الجهود المصرية والعربية بقية الدول العربية، وأيضا حشد الدول الإسلامية. عندنا منظمة التعاون الإسلامي، من الممكن يعني يتفق الزعيمان على دعوة ليها لاتخاذ إجراءات لردع إسرائيل ومنعها من إشعال النيران في المنطقة. فده مهم فعلا هذا التوافق، لأن قوتين كبيرتين، لكن يتبقى الجزء الخارجي اللي هو القوى الإقليمية متمثلة في إيران، وإيران لا تريد حرب، والقوى العالمية الولايات المتحدة الأمريكية وهي للأسف متفقة مع إسرائيل. فبالتالي هذه هي الصعوبة في مرحلة بقي 3 أسابيع عن الانتخابات الأمريكية. الإدارة الأمريكية الحالية يعني زي ما بيقولوا مكتوفة الأيدي أو بطة عرجاء، فهنا لا تستطيع أن هي تمارس ضغوط معينة على إسرائيل حرصا على أصوات اليهودية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سعد السفير، على يعني من ناحية أخرى هناك تعزيز الاستثمارات بين مصر والسعودية، وهناك أيضا يعني دعم كامل لمصر، حيث تعتبر السعودية هي الدعم الأقوى للاقتصاد المصري في الفترة الماضية. كيف تقرأ أيضا يعني هذا التوافق في الرؤى بين مصر والسعودية في مجال تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، وأيضا الدخول في مجالات جديدة تعزز تلك العلاقة مثل المجالات الجديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات؟ تعلم أيضا بأن يعني السعودية تلقب في مصر عن البترول من خلال عملاق الطاقة العالمي شركة أرامكو، كيف تقرأ ذلك؟ يعني هو فعلا يعني التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والسعودية شهد في السنوات الأخيرة يعني ارتفاعا ملحوظا، يعني وصل في مجال الاستثمارات إلى معدل عالي، ويعني ما زال هناك في مشروعات بيتم الاتفاق عليها، مشروعات جديدة سواء في مجال الطاقة التقليدية أو مجال الطاقة المتجددة أو مشروعات أخرى إنتاجية أيضا أو مشروعات خدمية. وكان أثناء اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رجال الأعمال السعوديين طرحوا بعض الأمور واستطاع تسوية عديد منها، وتبقى بعض الأمور البسيطة
اللي هي مطالبهم، وبالتالي دي ممكن فتح المجال تسويتها أو تسويتها أثناء لقاء الزعيمين، فده أيضا تساعد على تسهيل الموافقة والاتفاق على المشروعات الجديدة، لأنها أيضا مهمة في المرحلة الحالية لزيادة الانتاج المصري وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري. التبادل التجاري ارتفع في السنتين الأخيرتين أكثر من 40%، فده أيضا زيادة الصادرات المصرية إلى السعودية، و يعني بحيث أن يبقى في توازن في الميزان التجاري بين البلدين، ويبقى فيه يعني كل ما تحتاجه السعودية من سلع مصرية مع المنافسة مع السلع الأخرى، فده مجال مهم آخر سواء السلع المصنعة أو السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وغيرها. نعم سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.